السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باور بي اي نقدر من خلاله نعمل فيجواليزيشن او اظهار او رؤية بشكل جميل للبيانات اللي عندنا في البيم. فانا ممكن اجي هنا في الفيجواليزيشن واختار اي واحدة فيهم واعرض البيانات بتاعتي بشكل حلو. طيب انا ممكن احدد الورقة بتاعتي، حجم الورقة من الاداة بتاعت الرول ديت اللي اسمها فورمات، وتيجي هنا بقى هتلاقي البيج انفورميشن اسم الصفحة، تمام؟ تقدر تغيرها من هنا وليكن مثلا اسم المشروع اللي تشتغل فيه السهل. طيب التول تاب تقدر انت فيها، والكيو اي تقدر ان انت تست فيها، ممكن تغير الاسم بتاعها. طيب البيج سايز، ودي المهمة بالنسبة لنا في الفيديو دوت، هنا حجم الورقة، تمام؟ من 16 ل 9، 4 ل 3 لتر، وممكن كاستم. كاستم بقى تبدأ تكتب المقاس اللي انت عايزه، وتختار مثلا لو في حاجه غير بيكسل الويتس تقدر ان انت تعدل فيه، الباك جراوند اللي انت عايزها الخلفيه تقدر تغير اللون بتاعتها، تقدر تغير الشفافيه، تقدر تخلي فيه صوره، ممكن تجيب اي صوره من اي مكان في صوره المشروع بتاعتك، ممكن تعمل رندر مثلا على اي برنامج برامج وتاخد صوره تحطها، او حتى برنامج السناب اللي هو اللي موجود في الويندوز ممكن تروح واخد شوت كده معين وتبدا ان انت تاخد الصوره دي عندك هنا في المشروع، وممكن ترجعها للديفولت. المحاذاه هتبقى مثلا ناحيه التوب، الوول بيبر اللون بتاعها وشفاف. دي بعض الامكانيات الجميله اللي تقدر تخليك تعمل الورقه بشكل كويس. طيب بعد كده الشاشه اللي هنا تقدر تدخل البيانات، ما هو انت بتعمل في فيجواليزيشن البيانات فلازم يكون عندك بيانات معينه، فممكن تدخلها من الاكسل او تربطها بالاس كيو ال سيرفر، او لو انت ممكن تاخدها بيست من اي حته كوبي بيست، او في هو عامل سامبل امثله بسيطه لقاعده البيانات، او ممكن تقول له طب انا عايز اشوف ايه قواعد البيانات اللي ممكن اتعامل معاها، فتتفاجئ بكميه رهيبه ان هو تقريبا بيتعامل مع كل قواعد البيانات اللي موجوده او اغلبها، فتلاقي ان انت ممكن تاخد من تكست او جوسون او بي دي اف، كل الحاجات دي بيقدر يتعامل معاها. وفي حاجات كتيرة اونلاين بيقدر ناخد منها، في حاجات ازورا وفي باور بلاتفورم وفي داتابيس تقدر تتعامل معاهم كلهم. طيب انا هقول دلوقتي كانسل، وهتيجي هنا من هوم هتلاقي ان تقدر تدخل نيو فيجوال او تكست بوكس، او ممكن تدخل فروم ابي سورس او فروم ماي فايل، ممكن تيجي هنا في انسيرت هتلاقي ان تقدر تعمل نيو فيجوال برضو او سمارت ناراتيف، او في حاجات تربطها مثلا بالبار ابس، ودي بتبقى حاجات سهله في البرمجه بتاعتها، بتعتبر يعني نو كود او زيرو كود او لو كود، وتقدر تنزل اليمنت او شيب او ايمج عندك في الصفحه. على سبيل المثال هاجي هنا في تكست بوكس واقول له ان انا عايز انزل تكست، فبيديني انا امكانيه ان انا ادخل تكست. هنا تقدر تتحكم في الحجم بتاع الفونت نفسه، هنا في نوع الفونت، هنا التكست، وكلهم موجودين برضو هنا. تقدر تقول له عايز تايتل ولا لا، الباك جراوند، وتقدر انت تتحكم فيها في الكالر بتاعتها بالشكل دوت، اللوك تقدر تتحكم فيها، تقدر تعمل بوردر وتقول له البوردر ده انا عايز مثلا يبقى لونه احمر مثلا. طيب خلينا نكتب اي تكست كده، قول له مثلا عايز الكلام ده في النص، وممكن تعمل سيليكت كله وتخليه بورد او ايتاليك، ممكن تعمل شادو تتحكم في لون الشادو ويكون موجود فين. وكذلك ممكن تحط بوتوم ليفت ارو مثلا، تقدر تعمل له تحريك اهوت، وتقدر ان انت تحط ايمج صورة المشروع مثلا،
وهتلاقي برضو ان انت تقدر تتحكم في السكيلينج بتاعتها، فيت عايز تخليها تعمل المكان او فيل. الموديلينج ممكن بقى تعمل تيبل جديد او بارامتر جديد. ممكن في الفيو هنا هتلاقي كذا زيبس موجود، البيش فيو ممكن تعملها فيت ويت، ممكن تزود جريد لاين عشان سهل عليك ان انت تحط الحاجات بتناسب مع بعض، ممكن تخفي الفلتر او تظهره تاني، او تظهر السليكشن الادوات المساعده. وعندك هنا الداتا اند فيلد، تقدر ان انت تحط الداتا دي كلها. ان شاء الله هنتعامل معاهم في الدروس اللي جايه ان شاء الله، فمحدش يستعجل باذن الله. هنتركز ان شاء الله في الكورسات اللي جايه او في الفيديوهات اللي جايه ازاي نتعامل مع البيم مع الباور بي اي، فيبقى كورس مخصص ان شاء الله. لكن لو حد مش شغال في البيم وعايز يستفاد ان شاء الله هنشرح كل التولز الموجوده في الباور بي اي.